وخلال استضافته في نشرة سابقة، أكد الكاتب الصحفي محمد المحميد على أن خطاب جلالة الملك المعظم عبده الله ورعاه في القمة جاء ليرسم بكل شفافية ومصداقية المرحلة المقبلة لمملكة البحرين واستمرار الإنجازات والانطلاق نحو مستقبل مزهر. نتناولها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذه القمة تمثل منصة إقليمية استثمرتها دول المنطقة ومملكة البحرين خصوصا في إبراز المنظومة السياسية والدبلوماسية الحكيمة لدى مملكة البحرين. النقطة الثانية الحضور الرفيع والكبير لدى مملكة البحرين ممثلة بحضور ومشاركة سيدي جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذه القمة، انطلاقا من إيمان مملكة البحرين بأهميتها وأهمية ما تتناوله من مواضيع. المضامين الكثيرة التي تضمنتها الكلمة السامية في تقدير جهود السعودية أنها هي فرصة لتعزيز التعاون المشترك مع المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خارطة طريق لمستقبل قادم إن شاء الله قائم على الأمن، على الغذاء، على الأمن الغذائي، على تسوية أمور كثيرة أشار لها جلالة الملك المعظم، وخاصة القضية الفلسطينية باعتبارها أيضا قضية محورية. كذلك ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من موضوع الإرهاب وأهمية تعزيز الاستقرار الدولي والسلم والأمن الدوليين الذي أشارهم جلالة الملك الله يحفظه.